لعبت العديد من المناطق أدوارا مهمة في التاريخ المغربي، إلا أنه ومع توالي السنين بدأت هذه المناطق في الأفول لتصبح الآن عبارة عن مواقع يأمها السياح من كل مكان للوقوف على ما تبقى من آثارها التي تنهار يوما بعد يوم. مواقع تمتزج فيها الحضارات ويختلط فيها الماضي بالحاضر، مشكلا لوحة زاهية الألوان كما هو الحال في هذه القرية الجميلة، قرية تارغة. تقع قرية ترغ على الساحل المتوسطي عن بعد يقارب 70 كيلومترا جنوب شرق مدينة تطوان. أكسبها موقعها المحادي للبحر الأبيض المتوسط مناخا ساعد أهلها على مزاولة أنشطة فلاحية متنوعة. بنيت القرية الحالية على أنقاض حاضرة قديمة تحدث عنها حسن الوزان وابن أبي زرع، واعتبرها من أغنى مدن الساحل المتوسطي قديما. قد يعود أصل تسمية القرية إلى معناها في اللغة الأمازيغية ترجا، وهي مجرى الماء، ولا جرم أن العديد من المناطق المغربية التي تحمل نفس الاسم سميت كذلك نسبة إلى مجاري المياه التي تتوفر عليها. تزخر قرية ترغة بالعديد من المآثر التي تعود إلى أزمنة قديمة من تاريخها الطويل، ومن هذه المآثر القلعة المعروفة بدار السلطان. سميت هذه القلعة بدار السلطان نسبة إلى السلطان أبي الحسن المريني الملقب بالسلطان الأكحل، الذي كان قد اتخذ منها خلال فترة حكمه قاعدة لصد الهجمات الإيبيرية على هذه المنطقة. إلا أن اقتران هذا الحصن باسم السلطان الأكحل لا ينفي تشييده خلال عصور سابقة للعصر المريني. مدينة ترغة موقع تاريخي مهم، وكذلك مدينة قديمة ترجع إلى تقريبا القرن 11 والثاني عشر، حيث ذكرتها عدد من المصادر. وأهم الآثار المتبقية بها إلى يومنا هذا هي آثار موحدية، وإن ذكرت كذلك في عهد الأدارسة في القرن العاشر. من هذه الآثار الموحدية هناك دار السلطان، وهي عبارة عن حصن كبير موجود مبني فوق ربوة، ويشرف على المدينة وعلى مراقبة البحر. هذا دار السلطان تنسب إلى السلطان الأكحل حسب الرواية الشفوية، إلى أن من خلال الدراسة ومن خلال النصوص تبين أن دار السلطان ترجع إلى الفترة الموحدية، فإذن فهي من تأسيس الموحدين. تحتل هذه القلعة موقعا استراتيجيا مهما، إذ إنها شيدت على ربوة عالية ملتصقة بجبل آزنتي، تطل على قرية ترغة الحالية وتتحكم في الوادي وفي مصب نهر ترغة. ولأن الواجهة الخلفية الجنوبية للوادي ضعيفة التحصين، فقد حفر خندق واق على طول هذه الواجهة يفصلها عن الجبل.
تؤكد الهندسة المعمارية للقلعة على أنها أعدت لغرض دفاعي صرف، فقد بنيت من حجارة وطابية، والطابية خليط من طين ورمل وكلس بإضافة نسبة كبيرة من الجبس تمده بالصلابة والمتانة. إن تحصينها بهذا الشكل واحتوائها على مطامير لتخزين المؤن والذخائر، وكذا وجود خزانات للمياه ومنافذ للرمي موجهة نحو البحر، دليل على أنها كانت قاعدة دفاعية لصد الهجومات المسيحية الغازية. على الشاطئ وفي وضعية مقابلة لدار السلطان تنتصب معلمة تاريخية أخرى لا تقل أهمية عن القلعة، إنها عبارة عن برج منيع فوق صخرة كبيرة سوداء تعلو عن سطح البحر بنحو 15 مترا تقريبا. قلة المصادر التاريخية أدت إلى اختلاف الآراء وتعددها حول تحديد تاريخ تشييد هذا الحصن، إلا أنه انطلاقا من خاصياته ومميزاته يمكن إرجاعه إلى ما بين القرنين 15 و16 الميلادي. في القرن 16 عرف تأسيس برج مهم الآن ينسب إلى البرتغاليين، ولكنه خطأ لأنه في الحقيقة يعود إلى السعديين. السعديين هم الذين بنوا هذا البرج حسب مارمور وحسب ليون لافريكا، وهو مبني فوق صخرة تشرف مباشرة على البحر، أي يعني أنها تحمي الميناء. تختلف هذه البناية عن دار السلطان من حيث هندستها ومواد بنائها، فبينما بنيت القلعة من حجر وطابية، بني هذا الحصن من حجارة قوية صماء تسير جدرانه شكل الصخرة التي شيد فوقها. كان هذا الحصن فيما يبدو برجا للمراقبة والدفاع، حيث إنه يحتوي على طبقين بكل منهما كوات لنصب المدافع والمجانيق. وخلافا لما كانت عليه الفتحات بقلعة دار السلطان، فقد كانت في هذا البرج موجهة صوب البحر والبر معا، وهذا ما يرجح كفة السعديين في بناء هذا البرج، وذلك لصد الزحف الإيبيري من جهة البحر ولرد هجومات الوطاسيين من الداخل. ابتداء من القرن 14 الميلادي وحتى القرن 19 الميلادي اشتهرت قرية تارغا بكونها قاعدة للجهاد البحري، وهذا ما أكدته الكثير من المصادر الأجنبية وكذا الخرائط القديمة، غير أن الذي جعل منها قاعدة لجهاد بحري منظم وأنشأ بها ترسانة لصنع السفن وإصلاحها هو أمير شفشاون علي بن راشد، الذي قرر أن تكون له قاعدة بحرية ذات أسطول قوي للتحكم في التجارة والملاحة بعرض البحر الأبيض المتوسط ولمهاجمة الشواطئ الإسبانية والبرتغالية، بدل أن ينحصر جهاده في مواجهة المدن السليبة كسبتة وطنجة والقصر الصغير وأصيلة. سنة 1481 تعرضت تارغا لحملة صليبية برتغالية أدت إلى تخريب القرية وإحراق كل سفنها، إلا أن علي بن راشد تمكن وفي ظرف وجيز من إحياء القرية وإعادة بناء قاعدتها البحرية لتتعرض للتخريب مرة أخرى من طرف البرتغاليين أنفسهم بعد 10 سنوات من حملتهم الأولى. وبدون كلل أو ملل
استطاع أمير شفشاون أن يعيد تشييد تارغا وبناء أسطول بحري قوي مكون من 50 سفينة أصبح بواسطتها يتحكم في الملاحة بغرب البحر المتوسط وبوغاز جبل طارق بشكل لم يسبق له مثيل. بعد ذلك توالت هجمات البرتغاليين والإسبان على هذه القرية، إلا أنها باءت كلها بالفشل. وهكذا ظلت تارغا حرة قوية إلى حدود عهد الحماية، حيث تم احتلالها من طرف الإسبان في 18 من شهر أبريل سنة 1921. إن احتواء تارغا على عدد كبير من الأضرحة المنسوبة لرؤساء الزوايا الدينية يؤرخ لفترة انحطاط الدولة المارينية وزحف المسيحيين نحو الثغور المغربية، مما أدى بالزوايا إلى إعلان الجهاد لمكافحة المد المسيحي من جهة ولمنع دخول الأتراك العثمانيين من جهة أخرى. تارغا معروفة بالعلم، قلعة التصوف، والدليل هو الأعلام المدفونة بها كالشيخ أحمد الغزال، وهو دفين زاوية ترغى ومؤسس زاوية ترغى، وهو قادم من الأندلس في الرابع أو الخامس عصر ميلادي، أي في الفترات ديال الطرد. ثم هناك عبد الرحمن المغربي ضريح بجانبه، وهو خادمه كما في بعض المصادر أندلسي كذلك. ثم هناك عبد الرحمن المديني ينتمي إلى أسرة إلى الحسن بنت فاطمة بنت علي، وهو من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الشيخ مولاي عبد السلام بن مشيشك، تعرفه بن عروس. لم يقتصر المجال الديني على وجود زوايا كانت مسخرة للقضايا السياسية وتوطيد الحكم فحسب، بل تجاوزته إلى مساجد للصلاة وتدريس العلوم الشرعية والدينية. وإذا كان الزمان لم يحفظ لنا أي أثر لمسجدي عقبة بن نافع وابن عقار اللذان دفنت أنقاضهما تحت التراب، فإنه لا يزال يحتفظ بمعلمة دينية تقوم بدورها إلى اليوم. إنه المسجد الجامع الواقع بمحاذاة المقبرة العتيقة شمال القرية الحالية. تبلغ مساحة المسجد الجامع 500 متر مربع، وهو عبارة عن بناء متواضع من حجارة وطين تعلوه مئذنة قصيرة، ويشتمل فناؤه على مسكن للإمام ومرفق للوضوء وعلى قاعة كبيرة للصلاة، إضافة إلى غرف مخصصة لإيواء الطلبة. ويبقى تحديد فترة تأسيس المسجد الجامع غير مدقق نظرا لقلة المعلومات التاريخية. على ما كان نسمعه للأباء والأجدادنا للمسجد، على أن المسجد قديمة جدا، على ما يحكى بعض الناس كانوا يسمعون يقولوا هي في القرن الثاني من في القرن الثاني من الهجري، إيه، ومن جهة الوظيفة ديالها، الوظيفة ديالها كان القرية كان ماشي كبيرة بزاف، كان الناس كيسوقوا المصنع فيها، وكان المسجد يعني المسجد عتيقة ومصلوحة. تتجلى أهمية هذا المسجد في كونه معلمة تاريخية دينية وعلمية عاصرت عددا من الأسر التي تعاقبت على حكم المغرب، وما يزال إلى حد الآن يقوم بوظيفته كوجهة لأداء الشعائر الدينية، بالإضافة إلى كونه مدرسة لتعليم أصول الدين والفقه وحفظ القرآن الكريم.
أنا كان قال ما يزيد على 60 طالع حامل القرآن ترى ما يزيد على 60 كيقول شي موسم شي عيد ولا شي مولد ولا شي 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 عيد وطنية حتى دينية وحتى وطنية كنجمعوا هاد الجماعة دي عامرة تسمط ديال الطلبة كبارين بحالنا بالحماية حنا كنا صغارين أنا ما نحويض ولا جي قبلت مع الطلبة الصغارين قولوا 60 70 واحد 50 دائما دابا هادشي قلال دابا كان معنا طول مهاجرين جامعة باقي كيقرا فيها القرآن ثلاثة من الدوار ثلاثة التلاميذ وطول مهاجرين دائما ساعة يكونوا فيها 30 40 20 غير في هاد العمية كان عندنا هنا 14 لا يزال المسجد الجامع يستقبل وفود الطلبة المهاجرين إليه من مناطق غمارة ومن الريف قصد متابعة دراستهم على الطريقة التقليدية. والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كان قرا كنشبروا هنايا الزيار شويه وبلاد ما نقراو شي كنلقيو الشغل واخرنا نمشي نشرب شكل البهايم شي حصاد مشي حرات مشي قيم مشي رعام شي اخر ما نقراوش. انايا بنادم كيجي يقرا كنهاجروا وكتجبر المهاجرين كيعطيونا طريف الخبز هيدا كينرخصوا علينا شويه ديال المصروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في اشتهرت هذه المدرسة الدينية بمستواها الرفيع في التعليم إذ أنجبت العديد من العلماء الأجلاء لعل أشهرهم شيخ القراء في عصره محمد بن يوسف الترغي المتوفى سنة 1009 للهجرة. هو من أقدم المساجد بالمغرب في عهد الفتوحات الإسلامية وتطور وأدخلت عليه ترميمات إلى أن بقي هكذا ونتمنى في أقرب الأجال أن يعتنى به من حيث الترميم والتوسيع نظرا لأصالته وتاريخيته وليؤدي كذلك دوره الديني زيادة على الإشعاع الثقافي الذي كان الطلبة يدرسون فيه ثم ينتقلون إلى جامع القرويين بفاس ومن خريجه هو محمد أقنين الذي تخرج من القرويين وأصبح قاضيا بالمنطقة. نسيج ترغ المعماري بسيط جدا يفتقر لأبسط التجهيزات الأساسية إذ إن البنية التحتية منعدمة تماما فمصاريف المياه المستعملة تخترق تقريبا جميع الأمكنة حتى إنها تمر بجانب المسجد الجامع فلا وجود لشبكة الصرف الصحي أو الوادي الحار ولا لقنوات تصريف مياه الأمطار لتبقى النفايات والمياه الوسخة راكدة تؤثر على بيئة وجمالية القرية. تعد الفلاحة المصدر الرئيسي لعيش السكان وهي فلاحة معاشية بالدرجة الأولى حيث إن 90% من الأراضي الفلاحية تعتمد بالخصوص على الأمطار لزراعة بعض المنتوجات الفلاحية كالشعير والذرة والفول كما يعتمدون على تربية الماشية من أبقار وأغنام وماعز إلا أن الاعتماد على الأساليب التقليدية العتيقة يحول دون إنتاج فلاحي جيد ومتنوع ليبقى الصيد البحري التقليدي الحل لتحسين مستوى العيش. فمنذ قرون خلت شكل البحر مصدر رزق أساسي لجل سكان ترغة. في حديثه عن ترغة القرن الرابع عشر يقول حسن الوزان إن أناس هذه المدينة اعتادوا صيد وتمليح الأسماك وتصديرها إلى المدن المجاورة وحتى يومنا الحاضر لا يزال الصيد البحري يعتبر موردا رئيسيا لعيش السكان بعد الفلاحة حيث يشتغل 70% من السكان بهذا القطاع. يقول الوزان ويقول كذلك مرمون
بها أسماك كثيرة تغذي نصف مملكة فاس ونصف مملكة فاس وهي أواخر المتصلين. ثم يأتيها البغالون ليتبادلوا السلاح والمنتوجات البحرية ويقومون ببيعها في الغرب. الغرب نقول القبائل التي توجد بإقليم القنيطرة، سيدي قاسم، تونات والنواحي غمر. إن بحارة القرية لا زالوا يسلكون في ذلك سبلا عتيقة تجعل صيدهم هزيلا لا يسمن ولا يغني من جوع. صعوبة هؤلاء البحارة أي الصيد التقليدي تكمن في خطورة البحر وعدم وجود ميناء يقيهم من خطر البحر وهيجانه خلال فصل الشتاء وكذلك عندما يهيج البحر. وكذلك صعوبة أخرى تكمن أن هذه الشباك ثقيلة الوزن يصعب جرها إلى الشاطئ، مما نأمل قريبا أن يكون لهؤلاء الصيادين مرصى تحميهم وتساعدهم على العمل اليومي بدل العمل الموسمي. وللمرأة دور هام في اقتصاد المنطقة، فإلى جانب مساعدتها للرجل في الأنشطة الفلاحية تساهم كذلك بمنتوج تقليدي ما زال رائجا حتى اليوم. انطلاقا من هذه الحرفة البسيطة تكونت بالمنطقة تعاونية للحياكة تضم 138 صانعة تنتج على الخصوص مناديل هي عبارة عن خرقة حمراء من نسيج مخطط بالأبيض يعد جزءا من لباس المرأة الشمالية. تستلزم هذه الصناعة العديد من المواد غير المتوفرة في قرية تارغا مما يستوجب اقتناءها من أسواق المدن المجاورة. ونظرا لعدم وجود أماكن لتسويق هذا المنتوج التقليدي تضطر الصانعة إلى مقايضة بعض القطع من مصنوعاتها مقابل قليل من المواد الأولية اللازمة كالصوف والخيوط على اختلاف ألوانها. هذا الزي المميز لنساء المغرب الشمالي يعد جزءا من تاريخ هذه المنطقة، فهل يا ترى سيصمد هذا اللباس أمام مقتضيات العصر؟ أم أنه سينجرف مع تيار الموضة كما حدث للعديد من الألبسة المغربية التقليدية التي بدأت تفقد أصالتها، مما سيؤدي بها حتما إلى الاندثار والزوال؟ تارغا، هذه القرية الصغيرة بحجمها العملاقة بدورها الرائد في الجهاد ضد الغزو الخارجي لم ينصفها التاريخ بل تجاوزها وغض عنها الطرف، فبقيت منطوية على نفسها تنتظر مع كل حركة مد وجزر أن يعاد إليها الاعتبار. إنها تستحق أن يكتب تاريخها بمداد الفخر والاعتزاز، فهل لا نلتفت إليها لإيلائها ما تستحق من عناية واهتمام؟